أيوه. مصطفى نو قال ملهني ماش واحد عن كهل لأن أنا دت كفاهم بمهمة أنا مصطفى عن كهل لأنه هو تلا حاجة تلا حاجة تلا ده يا سي وحي أو مصلحة دي سه يسياسيين تا أحمر يوجي كجرا زني ملهني مصطفى نقالوا كريستيانو ملهني مصطفى وأنا مسلمة وأنا مؤمنها وأنا الصوماليات والدين الإسلام كل شيء دي سه أنا وإذا لم تسوق جاري لكن مصلحة السياسة ده والجيل كيتوبيا صاحبتنا بده يا كجشي إنه أضياعش كان سد الجوع يا حمارة ده وهنتج جشده سيء وجد في عان أتكستو كجس الدوليسة أتسوى ما كنت هسوي مشاس كان السدان دجال كوين وقعد حق رحي الوكل التجي مسيحين ده كوكل الجورين ورمضان أي مشا أجورتي حمارة ده نقول رتودي بحردات ده يقارن إتوبيا دبوي ممكن كده إتوبيا كان سد بلقى ما مول جري تلسك إتوبيا جو كان سد دجو عنك كسبح يكوش قين جري تقول ديجا أنا دلك إثيوبيا أو مصر أنا مكريستن هذا أنا ويحالك كسر بحوم بالقمة ملي حدا يكلا قيب سمين أو يكلا بحن أبي وحين نقول إنه كأمر قاتل قبل كورمية وذات كمسيح وجو يقول كورمية وح أوصل قرية وح أفض وذين وكل أقمة نقول يتحليش إنه قاتل نقول حدي أحمرك يقولر وجو ده إنك أسوي أفض وذين حكم وجره تقال بعد عين مركز أحمرادونا كاس كامر قاتن، أبينا كاس كامر قاتن، مركب حدا يدونه، وما دام قومي ذي كورونا صار علي وهذا اللي بدأ يسهر الدين إياه، إيه ولي وحكنه اللي هي أما هذا اللي كلا أين أرمي أحمره، متكودي أهلا لارك مش، وحين أوبضا أنت أحمره إني كمان لابد المرة دون، أحمره لارك دون، أحمره وقت يد وراء ماذا؟ وقت وضن كان أرمي لو رجتي أرمي قرصتي أرمي الله ما مدن بين غن، إلى الجري هم أنت كفر شرنتو واحد يدي لك أي جيشو. كدي من أي واحد قصته شبيه كان لا يفسح يأين أي نقطة وميز كده من وقلت جود أبغى كمان على دول مرتاح يتوبين ورميز لو لقيه رجليه علنا كرمي لقدر علنا كقرن ك لو قد يتوب لقدر لو قد ورمضة واحد جود هبا لقدر له لا بد من ما لكن أبي فكرة هو تحوي إنه جودهن أرمي وده قصة ربع وجديد وساس كان يصدق وصار لي أما ويحرك جونا رجوي ماشي وذات كي تلاقي لقى قادنا يي سحرولها جوندر في دي إلا تلاقي عربة إلا عربة جوان بوذات سوقي وذات كم كسر هذا يا ماشي يقول كورمية كامر كسر في العربة ناصرت نيجا ناصرت كسر هذا يا دودا جوندر هلا وير بلاقي كسر صوته إلا وير العربة مركا قرشو بدم بس هذا قرشو أدي أدي بالك إيه دكتور شلو عفرتي يسوع مالي دي بالبها بوي دجال ما يين عفرتي اللغة حالا كبها حالا دور ماري لكن ما أنت دجال دعوي حالة الماما يا إني دبوس النقطة ما حد الكايسة عفرت مالي اللي صورها في الجب علوس بجاري سراكيل بدل بلقى لي مذاح بلقى حسوقي دجال فرح لقى جبتي والدجال آد أبلارن أيك سو دجال بيت كسيت سو مالي دو مالي اللي صورها في جلوم بيكي جارين دجال ك حسيش ما أنت عفرتي عمرك للدبوس أبو شيء ciida mamula tiri aan ay ka garab dagaalamayaan ayaa awood ciidan ku soo gashay Soomaalida maanta halkaas dharbaxa weyn ba kaga dhacday laba deegaan oo maalmihii la soo dhaafay canfarta laga qabsaday ay markale ay dib canfarta gacantooda galay dagaalku aad buu u sii Soomaaliduna wali way dadaalayaan gurmadku waa socda dagaalku waa socda wuuna socon doona maxay yara dhulka waa dhul Soomaaliyeed dad Soomaaliyeed baa degan oo deegan kale lahayn dadkaas waxay ku qasbayeen inta qof ka nool yahay inay dagaalamaan garab kasto ay heli karaan ama haday garab waayaan inay dagaalamay ku qasbayeen dadka galbeedka city haday garab ka waayaan ciidamada gaarka waxay ku qasbayeen inay naftooda horaan dalkooda iyo diintooda dad waa la helaa laakiin dhul lama helo haday dhulka laga rabo dadka xayir ku dhalin fahamtay dad waa la helaa laakiin dhul lama helo dhul haday guriga laga qaado meel dhulkiina la wadaalay xagee digi dadku waa tan male laakiin dad walaala laakiin dhul lama helo marka dhulka in la difaaco waa muhiim dadku waa inay wada dagaalamaan dowladda deegaanka Soomaalida waxaan u sheegaynaa horena aan u sheegin una sheegi doonaa in ay dadkaas difaacaan dhulka Soomaaliya askare Soomaali ma kala maaranto Soomaali midnimay wax ku leedahay waa in deegaanka la difaaco si istaraatiiji loo difaaco si siyaasi loo difaaco dowladda deegaanka Soomaalidu waa in ay garato dhulka inuu dhul Soomaaliyeed hadii la qaatana إني مالما ملك الله قادم دونه لسنه بسند دونه تجينا لسكوجي من دونه وحين هديان كسؤال تاريخ من الأوجل دونه أدي أبغى ما صرت قيت دم برنامج كينا دكتور شو سوقا إني هدي عندك مجرد لس عناد ما أنت شرب كفر مي وحنا قلي يا مالنتي لبعض البرية
مركا شركاسي محاكا مغضى مركا لا انا ضغط ويفورا ليسا هي شيخ خاتمو حنو دايني حنيات كبارين ويدبض اسم روجين لكن باش كوبي جوتا اركينا حوش سالاش انا سيد الى مغط garaadada horta durbaan weyn beetman bulshada way kiciyaan khayr allah siiyo laakiin ma siis uun doonta maanta muuse biixi waa nin dawladda 20 sano ciidamo qoranay ciidamo tabarnay hub aad u culus haysta haduu caawo 10 kun oo wiil oo hubaysan oo taangiyoodi iyo dhashiikoodi wata u soo geliyo xeeqa toban arintaasi ma ka diyaar garoobin difaac ma wayaan rag dhabarka u dhigan laa jilku laa ma diyaarin bis odayaashan تقيدي دليره انت قولك خريين ايلين سدا اساس تا موسو بي حروش شي وحوي عينك الىلنا وكونك قداش فكره دون دغيسينينا markay hadlaan 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 ay daalan ay iska dib digana kiyadu ku laaban doona biri ciidamadanaduna hadu amaanka iswayaan marka muuse bi film mujilaya odayaasha reeqaatumo waa inay arta si xojiyan waa inay ciidamada diyaariyan waa in dhalinyarada si degdeg ah loo qoro wax walba oo ka yimaada Soomaaliland la iska difaaco khaatumo waa in maamul loo dhiso hoostaga magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya dawladda federaalka Soomaaliya khaatumo waa in ay jabajiska dawladnimada Soomaaliya ku lahayd waa in dawlad goboleed degdeg ah loo aqoonsado reeqaatumo waa in ay dhalinyaradooda wiilka 16 jirka ilaa 64 jirka waa in qoriga qaadaan ilaa ay dawladnimadu bado waasan aan xogagan hargeysa joogana guud ahaan baquustada la gooyo muusabiix aa waaduna gal barigu galaya dagaalku aad iyo aad culus yahay qorsho culus baan socda waxaadna moodaa hawshaasi in madmado badan ku jiro dad badan la shir qoolayo hawshuna meesha ku beeshu taarkana ee aad iyo aad baad u mahadsan tahay doktor Shire daawadayaal barnaamijkani faaqidaada inta ayaan ku soo gabgabeynaa intaan dib dib ugu kulmi doono mid kan mid la madaxna kaga tageena sidaa iyo nabad gal